ورجعت الكرفيش. لا لا علي صوتك، علي صوتك، وين حماسك؟ هاي يا سكرات الحين، ورجعت الكرفيش جد. عنوان الفيديو لليوم، يوم كامل بالكنبي. لا اليوم راح نجاوبهم، راح نصير بيبي على الأسئلة. هن سألونا كثير على الانستغرام، فقلت خلاص اليوم لازم نجاوبهم. طيب أول إشي شوفوا روز، قربي يا روز، وريهم أسنانك. عنا اليوم أرنب، صار شالت السن الثاني اللي مو ماما مو قالت كان يوم نشيله. طيب قبل ما نبدأ الفيديو، ناس تحب لايك وشير سبسكرايب، جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد، وحساباتنا تحت بالوصف. لا تنسوا تضيفونا، وكمان لا تنسوا تكتبوا لنا كومنت حلو، لايكات لايكات، بدنا لايكات كثيره. طب انا كومنت حلو زي كان. لا ما بدنا كومنت، بدنا لايكات. طب بدنا لايكات وكومنت حلو. لا انا بدي لايكات، ما بدي كومنت. انا بدي كومنت، نشوف مين بجيب اكثر كومنت ولا لايك. انت كم بدك كومنت؟ يلا خمسة. لا لازم تختاري عدد كبير. ألف. ألف، وأنا بدي 2000 لايك. طيب منشوف. أنا رفيقي هو اللي راح يفوز. طبعاً روز صار عنده بيبي اسمه نوح. اسمه نوح، كان عنده كلهم بنات، هلا إجاها ولد. خلاص هذوليك يخربوا. طيب روز السؤال الأول، أنت كم عمرك وبأي صف؟ أنا عمري 8 والصف الثالث. ثالث ثالث ابتدائي. ثالث ثالث. صوت الكلب سعودة، علي صوتك شوي. روز، إنه نحنا منحسك بالفيديوهات كتير دلوعة وبتتغالظ كتير. احذفت عليك. شو؟ احذفت عليك. احذفت عليك. لازم نسوي فيديو أصلا معنا. هلا لحظة، هلا جاينا هذا السؤال، يلا جاوبي. ترى روز انت بنحسك كثير دلوعة وبتتغلظ كثير بالفيديوهات. حبيبتي انا لو كنت دلوعة شفتيني بحقيقتي، شفتيني وانا بالبيت؟ لا ما شفتيني. طيب انت ليش هيك انزعجتي؟ انا دلوعة. ما رح نقول الاسم اللي بعت لنا هذا التعليق السؤال، انه روز هي انه ما انا دلوعة، انت عم بتشوفيها بس بالفيديوهات وهيك قصدها، صح يا روز؟ صح. ايه انه ليش حكمتي على روز؟ الاولى شو كان اسمها؟ هلا بعدين بدنا نحط هون بالهاي مثل هذيك المرة اللي سألنا. روز انت شو بتحبي تصيري لما تكبري؟ دكتورة. لا معلمة. ما بعرف، يا مصورة يا دكتورة، ما بعرف. طبعا روز بعد ما التقت بمروة عبد العزيز حطت في بالها التصوير، بس خلاص قررت اخر قرار احسن معلمة ان شاء الله. طيب روز انت لما شفتي مروة عبد العزيز ما حبيناكي معاها وما عاد تطلعي مع مروة عبد العزيز، مين هاي؟ ليش هيك يا متابعين عم تسألوا يا سكرات روز؟ ماما خليكي مكانك ماما عشان الكاميرا. شوف شو اولا ترى مروة حبتنا. مروة حبتنا. سألي ماما، ماما حبتنا مروة؟ انا شفت بس هلا هني عم بيقولوا. فصلت معانا الكاميرا. طيب كملي يا روز. مروة بتحبنا كثير. علي صوتك يا روز. مروة بتحبنا كثير، وكمان اللي كنت بتحدث طالك، انت كنت معنا بالجلسة؟ صحيح هذا الحكي، انت كنت معنا بالجلسة؟ وشفت كيف حبتنا؟ صحيح هذا الكلام. ما تنزعجي ماما عادي، هو بيجي اسئلة هيك واسئلة هيك، عرفتي؟ طيب السؤال اللي بعده، روز انت من وين؟ من سوريا. وين ساكني؟ يعني وين مقيمه؟ نحن مقيمين بالسعوديه بالرياض. برافو عليك شطوره. طيب روز لحظه، ايوه روز انت متى حابه تعتزلي؟ واساسا انت ما بتعتبري يوتيوبر ومالك اي داعي باليوتيوب. إذا ما عاجبك قناتي اطلعي منها، شو بدك بقناتي؟
انا اعتذر بس عشانك، عادي فيني اعتذر بس يوم. ماما لما تجيكي هيك اسئله انت لازم تكوني رايقه، يعني ما تعصبي. ليش هيك حسيتي؟ الا حسيتك هيك مزعوجه مو حابه، يعني لا تنزعجي ماما، عادي هو بيجيكي اشي حلو اشي ما انه حلو، عرفتك صح؟ طلعي فينا، لا زعلاني، لا عن جد لا زعلتي. طيب روز، اي اكتر وحدة من بنات مروة عبد العزيز بتحبيهم؟ جودي. روز كتير كتير بتحبها لجودي عماد. متأكدة جودي عماد؟ السورية صح؟ انت قصدك؟ صح. طيب روز اصلا نور طلعت من القناة لانها مو حابة تكمل معاكي، لانك انت نفسية وما بتعرفي تصوري ابدا. اولا في سبب، هي قالتنا شو السبب. بس هي فنحن بس ما حنقول السبب. علي صوتك. نحن ما حنقول السبب. وثانيا يا عمري انت لا زعلتي. شوفوا يا سكرات روز، هلا انا لما بعثت لكم على الانستغرام وقلت لكم اسالوا ولا روز اسئله، يعني ما توقعت انكم هيك تبعثوا لها اسئله، انه بعد شعرك ماما انه تبعثوا لها اسئله يعني كلياتها انتقاد، و يعني ما حلوه اسئلتكم بصراحه. انا ماما كمان ما حبيتها، بس انا مضطره اني انا نطلع نعم ماما دولش. شو حبيبي بيت انه ما اكذب ولا لا؟ ليه؟ لانه انت هيك الجوال ماسكتي، شفت انك انت عم تخلط تعليق ولا في كانه ولا تطبيقات كلها باينه، ما في انستغرام، منك داخل الانستغرام من وين عم تجيب التعليقات؟ ثاني مقلب ما بتسوي بعرفه. روز ما بيصير هيك، كيف كشفتيني؟ كشفتك لانه بس عطينا ما حنقلب الجوال، هي هيك والتطبيقات شوي على هيك والتطبيقات كلها باينه زي هيك. مثلا انه قصدها ماني فايته على تعليقات او اسئله، انه عم بدخل بس على التطبيقات. طيب زي هيك فشل المقلب، لم تزبط معنا. بس انزعجتي ببداية الفيديو، اعترفي. عرفت ترى من بداية الفيديو. لا اعترفي. أول تعليق زعلت، بس قالت لي ياي ماما متأخري خلاص عرفت مقلب، بس ما قلت عشان طب كان بدس انت وكنت بدك الدورة هيك، كان بدك كأنك بدك الدورة بس عشان هيك الفيديو. انا شو سويت صوت كان بدي قلن شو قلن هيك انه انا قدامك ما فينك تأشري لهم. المهم مو مشكلة عادي، بس راح نسوي مقلب بروز حينكشف مرة ثانية. عطوني مقالب خطيرة وانا بسرق منها زي هذيك الفيديو وراح سويها بروز. بس خلينا نجاوب على اسئلة سريعة. روز كم عمرك؟ 8 سنين. والاسئلة هذولتي كمان جايبتيهم. هي بصف ثالث، سورية مقيمة بالسعودية، من مواليد السعودية. ها كيف كان؟ طب هلا انا ما عم بحكي مع المتابعين يا روز. خالته شوي تاتا تاتا. طيب يا خالتك. المهم لم تزبطوا معنا، وراح تزبط ان شاء الله بالفيديوهات الجاي. اوكي بدنا نقول اشي. قولي تفضل. بفيديو فيديو يوم كان بالمطبخ ترى عن جد ماما ضربتني اللي سألت هذا السؤال. لا في تعليق اجانا على اليوم كامل بالمطبخ، في وحدة كتبت لنا قالت لنا انه روز كأنها اكلي ضربة، يعني اكلي اكلي من امها قبل ما تبدأ الفيديو، انه مقصوبة على الفيديو. لا طبعا انا ما عجبني موديل الملابس. بس اخش حبيته. فانا ما كنت ضاربتها ولا يعني شيء، اساسا انا ما بضرب على روز، فابدا لا لحد انه يفكر اني انا بضرب روز او بصرخ عليها او او او.
طيب المهم هيك كان فيديونا لليوم. لا تنسوا حطوا لايك عشان ما انا سويت هذا المقلب عشان حرام عليكم. جهزوا حالكم الفيديو الجاي 30 ثانية بالسوبر ماركت، طبعا هذا على طلب المتابعين. يلا لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب جيل سبع سنين، كل شيء جديد وحسابنا تحت بالوصف، ولا تنسوا تحطوا لنا كومنت وتوصلوا الكومنتات ألف. روز تحدثني انتوا توصلوا للكومنتات ألف وأنا اللايكات 2000. طيب راح نشوف مين اللي راح يفوز، انا ولا روز؟ انا ولا ماما؟ اذا فازت روز انا راح اسوي جزء ثاني لروز اني ما لها لا ابدا، راح اكل ماكدونالدز. طيب يلا هني وانت تتحكم فينا مره ثانيه بس حنطلع برا. اوكي انا راح اتحكم فيها ويلا مع سلام. لا قلبك انزلي لتحت، انزلي انزلي ايوه.